لتاني مرة اتغروا في نفسهم خوف ومنكرة وجايين يتحدوني تاني، بس على مين؟ معانا الرز بالشعرية والكوسة، الطبيخ المصري الأصيل والملوخية الخضراء والفراخ المحمرة، كل واحد نص فرخة وشوربة لسان العصفور، وتعالوا على التحدي ونشوف مين هيكسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. لتاني مره كلاكيب، تاني مره خوف وخفرع ومنكره، بس احنا غيرنا النظام، خليها بقى النبي النبي عربي. ممكن تمشوها ثلاثي اضواء المسرح. ايوه ممكن تمشوها شوشو، بسبوس 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 بس حمسون منا اللي انتوا عايزينه. تعالوا اي حاجه ما نطولش عليكم. التحدي عباره عن ايه؟ كل واحد طبق الرز بتاعه ونص فرخه وطبق الشوربه والخضار حسب الرغبه. يعني التحدي كله على الرز والشوربه والنص الفرخه. كان نفسي اعمله لهم بوقت بس صعبوا عليا. انت بتخش علينا جاهز. شجعوني بقى يا جماعه، لازم اكسب النهارده بصراحه. نشوف يا فندم. كل واحد ليه وجه وصدر. ماشي ماشي يا شوشو. الكوسه بقى الولا محمد كان بياكل، ريحتها ضربت في نغشيشي. احلى حاجه من الخضار ده من اللي بيزحلق. ايوه هنكسبها. عاملين لك قصه مشطشطه. ما قلتيش زي المره اللي فاتت، يعني اتنين هيتعاقبوا في تصفيه ولا واحد بس؟ واحد اللي هيتعاقب. كده مش زي المره اللي فاتت. ايوه اتنين اللي يتعاقبوا صح، يعني في تصافي يعني. صفينا الدور اللي فات. جرب الكوسه. انت بعيده ليه؟ زعلتك في حاجه؟ مين الكوسه؟ يا اختي ما انت ايدك طويله. صدقني وانا كنت هنا طويله من انهي نوع؟ كنت ممكن اخد من هنا. تصدقي؟ طب انا في الطبق اللي قدام. ولا انت اضرب نفسك. هو مفيش طبق فاضي؟ فيه. الله قصة طعمة قوي. شوشة حلوة قوي جميلة، وفيها سنة شطة سيكا كده تحفة. هي مش سيكا، هي ستين تحفة. انا ابدأ بالورد اللي جوه التحدي. ايه ده الجناح؟ كله جوه التحدي. انا طلعته المفروض ده فيه صعوبة. قصة بقى الدبوسه بتاعهم دي. احنا بدات بالسيج. غلطه الكوسه سخنه مولعه. والله الشربة ما خلينا نعرف ياكل. حلو قوي. انا محتاره بقى كده، المفروض تعملي خضار واحد عشان الحيله دي. ده حلو وده حلو. دوقتي في الملوخيه؟ انا لسه. تحفه. اه يا بنتي يا شوشو يا قمر، هتكسبيهم يا بنتي. يا نونة يا عسل. عارفين هي المشكلة في ايه يا جماعة؟ مش في الرز والخضار. انا عكيت الرز عندي في الفراخ. رختي هو اللي يعني ابيض. الكوسة بتزحلق زحاليق. فين كان في معلقة هنا؟ فين اهي؟ مش شايف. انتوا خدتوا الاثنين هناك كمان. انتوا عايزين ايه؟ انت اللي هتصاحبني يخرب عقلك. دي حاجه تعصب يا شيخه. عايزين تعطلوها باي. انت عماله تقول لنا بشويش بشويش، وهي اللي فتحت الميكروفون بتاعها. عايزه اكل كوسه. الله لا ده مش تمثيل، ده حق وحقيقي. والله والله طعمه قوي يا جماعه، قوي يعني. جعانين قوي قوي. الفراخ حلوة قوي. ايه الحلاوة دي؟ الله. يعني اللي جوه التحدي الرز والفراخ. انت قلت والشوربة. والله قلت الشوربة. قلت الشوربة. يا شيخ ما قلتيش مزاج للشوربة، الشوربة في التحدي. الرز جميل.
مشكله في الفراخ فعلا. ناكل ايه؟ ملوخيه ولا كوسه؟ بقول لك تحتاري. انا لازم اكسب. مش دبوسه يعني. لو دورتك كسبت ايه؟ انا لازم اكسب. مش مهم اكسبك انت عادي، انا عايزه اكسب شوشو. انت سامحتيني من المره اللي فاتت. أيوة. طيبه، انا عايزه اخد حقي منها. خشي. قمنا حته فرخه. الله. انا قربت اخلص الرز. وانا. بصوا بقى. صدعي في ايه؟ صدعي حنان. احنا قلنا احنا كسبنا. حاسه دون اللقمه وقفت. جديد اللي يقعد كده يمين. تبتكوا؟ اه وانا. عارفه انا على ربع فرقه ولا اكسبكم؟ بصي احنا نكتر في الملوخيه. انا عملت الكوسه كده. ونزلوط. انا عملت كده. اسمها نزلوط ولا اسمها لا زلوطي انت وايه؟ حاجه ثانيه. اوعى تكون حاجه وحشه. لا عادي. تحدد مع بعض يا جماعه كله حمام. بتزقني ليه؟ دي محفظه التحدي صح؟ ايوه. انا كنت باكل الفخذ لسه صح؟ انا اتخضيت. انت قلت جوه التحدي صح؟ بره. انت كلتي؟ لا لسه. يبقى جوه. انت الفراخ والله كبيره قوي يا جماعه. انا خلصت. بصوا الكوسه دي فظيعه والله العظيم فظيعه فظيعه فظيعه. لازم ما تخليهاش مطبوخه. تقريبا انا وقعت سن الكوسه على الملوخيه يعني بس عادي. عملت كده. عارفه ايه اللي فكرنا بالكوسه؟ فاكره لما كنتوا مسافرين اسماعيليه وجيت ولقيتونا طابخين كوسه ما كناش عاملين حسابكم قعدنا كلنا كلنا؟ اه انا فاكره ما كناش عاملين حسابهم من اكل اكلنا. اه بجد؟ اقول اهو. هقول لك امتى؟ من زمان. وكنا عاملين الحادثه. اتفاجئنا. لا كنا رايحين نزورها بعد الحادثه. لما كنا عاملين الحادثه صح؟ وكانت اكله ملهاش حاجه. وجينا عليهم صح بالليل واكلنا الحادثه. ايه؟ اكلت الحادثه؟ انتوا مش يا ربي. ما عندناش ندخلها معانا التحدي. خدينا الجنب يا شوشو. كل كده كانت الحادثه. حاسب يا احمد ده؟ ابردك على الزق. ايوه كنت بقول قربت اخلص الرز. وانا والنعمة. المشكلة في الكوسة دي اللي بعيدة والملوخية دي اتلكت. الشربة سخنة قوي. دي هتقعد تمزمزها في الشوربة؟ انا خلصت. بس الفراخ. ايوه هاكلها. كده تكسري. مش يمكن تنسحبوا؟ حبيبتي 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 راحت درس. يا بموت يا بنتي. البنت راحت درس. تنزل من تحت الكاميرا وبتزحلق. وقعت. راحت وقعت وشها. في البيت كبير قوي. مفيش مكان تعدي يا البومها. لسه بتشتغل. اضحكوا شويه كمان. خدت المنديل. لسه بتفتكر. انا عايزه اعرف انتوا شربتوا الشوربه ازاي وهي سخنه؟ كلنا سخنه. ما هتقولوا لنا انديده وجدد. لا اله الا الله. جددت فينا.
الفيديو احنا شدناه كذا مره. بصوا الكاميرات بلت. انت عملت ايه؟ انا مش واثقه لما اقوم اتاكد. حد يقول لي نكتب موضوع تاني. انا بس اديني براحي وشوفوا انا زي ده. هلا هو على دول حبه شوربه يا جماعه يعمروا الطاسه. بحسبك خلصت الرز. لا ده ضايقت ازاي ضايقت في امل يا حاجه بقى وسعت. ما تحب شوربه اللصوص بس انا عصوري يبقى عليها شوربه كتير. احبها زي المهلبيه كده. انا عماله اتدمع تعب. الله 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 صلتي برضه. صلتي اللي صلتي. الله. انسحبت خلاص. اكل وهم. لا اكل وهم. ده خد الربع فرخة. مكملين بذمتكم؟ ايوه. انا عن نفسي مكملة. بجد؟ التانية؟ مش هتعاطي بالنار. طلعتي الجناح ولا دخلتيه؟ اهو. بره يعني؟ هاخد. بس حرام بلا استسلام. كده ايه؟ ماما ساعديني. بموت. مش لازم تكسبي. والله يا جماعه انا بتبلها. حاسه ان انا هنزل جوه الطبق. سيبي كده زي. بصي ساعه ما لسه كمان. بجد؟ عايزه منديل. انت لسه حاسه بطعمتها ما تديهاش مناديل. سيبها كده. انا جبت جرعه. شكرا يا بيت. ده اللي صعب. بس احنا ناكل بالراحة لحد ما تزور. والله مش بالراحة اهو. احنا نخش معانا التحدي بيبقى فعلا صعب. التحدي كله حماس. بس وشكو بيغسل. الشوربة دي بتعمل حاجات مش حلوة جوه. بس تعمل عسل. جعانين لسه. حلوة قوي. الله. فئة تانية. لوكي باب. الشوربة عملت حاجات. ادري يا اختي. خلصت بفضل الله. ما تعذبونيش على بابا. مش عايزه اتعاقب بقى. حرام عليكم. هتاكلي؟ حرام عشان ما نقطعهوش. اعمله مقطع كده. الرز والشوربه خلاص. انا على فكره فارد يعني هيخلص بسرعه. هتحط في بقى. هي كده كده كسبانه. وحد فينا هيخسر؟ الوقت ما بتشوفش ان انا قربت اخلص السن. تيجي اللي يخسر فينا يسامح التاني؟ ايوه صح؟ هنعذب نفسنا. طب يا ايه رايك؟ نقعد تعالى كلي. هي كده كسبت واحنا الاثنين حد هيخسر فينا. ماشي. ايه رايك؟ هي تعاقب حد فينا والتاني مين اللي هيتعاقب؟ مفهمانين ولا لا؟ ما تتعبونيش. كلي كلي. انت كنت هتعاقب انت وسامحيني.
بس سامحيني انا انسحبت. خلاصي انا خلاص عشان عركب انا عركبها احنا بقى الاثنين. ايوه مش انت عايزه كده اتنين هيخسروا الحمامه. اتنين يخسروا؟ هي كانت قايله كده؟ اه اتنين يخسروا. ما هو انت هتصفوا وهي هتخسر برضه. انا كده كده هخسر برضه. كلي كلي بقى. عملتي اعمل ايه حنان؟ هي معاش لها الا فص بقى حرام عليا. احشري بقى ما تعذبناش. احشري ونقول خلصتي. قولي هتمسحي بيه. ايوه هخسر على انت كده سحبتي. ايوه انت كده سحبتي. طب كملوا كله. كودي كودي كودي. لا خلاص اصل حرام عليا هاكله. هو اصلا كده كده ما عندهاش. انا انسحبتش يبقى انسحبتوا انتوا. ما انت هرجع لكم انا بعاقب. طب انت سبتيني. لا كودي كودي. لا كودي ما تحبيش انسحبتي والله. تتعاقبي ليه؟ عشاني. ايه قولي بس عشان انا جالي عقاب كمان. وقفوا هرجع لكم بالعقاب. حته عقاب يا جماعه تحفه. طب ما نخليه مش شغل وبقصي. لا مش هينفع ده هياخد وقت. بسم الله ما شاء الله عليا. بقول لك هسامحك. ذكيه قوي. جعنا لكم بالعقاب. هتشوفوا العقاب عباره عن ايه. انا كنت بجرب على ايدي. بصوا ايدي عامله ازاي. إيه الوان الروج اللي هي يلا غمي عينك انت وهي. بتاخدي زيتي ولا لا؟ حاجه يا اختي اختاري على السريع عشان الفيديو ما يطولش يا ماما من غير اختيار انت وهي. عايزه اللبن تبقى عسل. بتاخدي الزيتي ماشي مع طرحك. اقول لك استني انت خليكي مفتحه انت تغمي. لا اتغموا انتوا الاثنين يلا بسرعه بسرعه. بالله وحيات اغلى حاجه عندكم ما تشوفوا. حنان خلاص حلفتنا بقى بالغالي. اسلمي نفسي. اغلى حاجه عندكم ما تشوفوا. ايه ده شايفه؟ دي امانه. دي امانه. كده مش شايفه حاجه. غمضوا عينكم. طب انا بغمض عيني ليه وانا بربط؟ غمضي احسن لسه. بالله والله. بصوا اول حاجه خدي حنان قلم الروج ده. حطي البسمه روج. حنان دور على هي فين البسمه؟ بس حنان دور على بقي الاول. بصوا هما هيحطوا روج ورجاجو بس. بصي انا بالعقل وانت بالعقل. روح هتصاحبني. بصي دور على بقي. لا اشيلي ايدك. لا لا يلا الفيديو هيطول. طب انا بدور على بقها. هي ما تساعدكيش. حنان لا مش وقت السخسيخه. يلا بقى. الفيديو هيطول منكم لله. سيبك يا بنت. انا هلعب معاهم كتير. علي ما ينفعنيش في اللعبه. انا ما ينفعنيش الا ده. هو ده صح؟ مش شفيت. اطلع في وجهي. مش شفيتك تبع بقي. انا اكلته. هو اكلته؟ يلا بقى كان فتح حطيت. يا ريتك عملتي لي الاول يا بنت. انا هطلب التفافه والله. دي جنب من خيرك. يلا بقى. يلا بقى اصحى خلص. لا ما خلصش. حطيت بقني. يلا احنا نكمل الرش. فين يا بنت؟ انا شايفه. استني كده اهو. يلا خدي بقى. خدي يا حنان. اخد ايه؟ هاتي ده. قلبي قلبه ده لسه عكيتيها؟ لا لسه هعكيها لك. اسمعي قلبي. انت عكيها بالبركه. هو فين يا اهو اهو بالبركه. حنان وريني خد القمر. انت خدي الجميل. عارفين اللي بتبيض حتت وعلى المناخير عشان تبقى حمرا ورد. المناخير متداريه يا بنت. ارفعي حبه. المناخير زقننه. يلا كفايه. ماشي خدي بقى يا بسمه مكياج حن. عايزين بصي بقى انا عقله ازاي اهو. لا انت ما حطيتلهاش رجوجو. يلا بالعقله يا بنت. ما تيجي صح صح كده. ما خلص يا خلص. ايه لسه هي حطت لك حاجه يا حبيبتي. دقني يا قلبي. وقفي لسه ممكن نمشي كده. مش عايزه حد يا قلبي. يا عامل كده شنب. طب تحت يعني خلاص. ما كفايه هو تحت وفوق. والله انا خايفه عك انما تبقى مبلوله. خلاص كده خدي. لا لسه الرجاجو وعندك اهو قدامك. انت بتعملي ايه؟ انت شايفه ده؟ لا اصل اتاخرت كده. هتديني بالقلم؟ ده انت حبيبتي. تعالي عكي تاني. ما تعكيش. بتبطط قبل ما تدهن. عكي حنان. ده انت عملت لي محاره. قعدتي تحكي تحكي كده اهو.
التاني بقى اهو كنت دق ده. يلا فكوا بقى فكوا بقى ورا الفانز. بصي حنان انت يما كملت ماما فرش الكلام عايز يتغير يما انت عملت فيا ايه؟ وده انا عملت لك بالراحه اقسم بالله كل ده بالرحمه يا ابو الجامد. ده جزاك اللي يلعب مع البت الشو بتيت انا حلوه. ايوه انت مع الكتاز زي ما هي عملت لك. زعلانه مني؟ لا والله بجد. بصي هي قصدك تطلع شكلك وحش. مش هتوقعي بيني مش هحط دخل في بس كده يا جماعه. وده جزات اللي يلعب معايا. امسحي امسحي. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير. لا نزله نزلي انت. لا لا كده انتوا هتاخدوا صوره مصغره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.